ماكرون يؤكد أنه استطاع تقليص نسبة البطالة في فرنسا، ولوبين تقول إنها ستخفض الضريبة على الطاقة. روسيا تعلن نجاح تجربة إطلاق الصاروخ البالستي، والبنتاغون يؤكد أنه لا يشكل تهديداً لواشنطن وحلفائها. مدبولي يعلن تكليف مجموعة اقتصادية متخصصة للعمل على وضع خطة للتعافي والخروج من آثار الأزمة العالمية. منتصف ليلة القاهرة، العاشرة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتي حضراتكم من القاهرة. أرحب بكم بداية هذه النشرة مع دارين مصطفى. دارين، شكرا نانسي، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة. ومن العناوين إلى التفاصيل، والبداية من ملف انتخابات الرئاسة بفرنسا والمناظرة المتلفزة بين ماكرون ولوبين. التقى المرشحان لرئاسة فرنسا مانويل ماكرون ومارين لوبين في مناظرة تلفزيونية، وذلك قبل أيام من الجولة الثانية التي يتنافسان فيها للوصول إلى قصر الإليزي. شملت المناظرة العديد من المحاور، كان أبرزها الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها على الأوضاع الاقتصادية في فرنسا، بالإضافة إلى ملف الطاقة الشرائية. كما شهدت المناظرة مناقشة ملف الهجرة. من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أنه استطاع تقليص نسبة البطالة في فرنسا، كما أعلن أنه إذا تم انتخاب لوبين فإن فواتير الفرنسيين ستزيد شهريا بعدة عشرات أو حتى مئات اليوروهات. تقول بأن هذه الأرقام التي هي أرقامي، بأن هي أرقام من مؤسسات مستقلة تؤكد على القدرة الشرائية بالنسبة لكل الفرنسيين والفرنسيات العاملين، زاد قدرتهم الشرائية. هذه الأرقام لا تكفي لإنهاء الشهر إذا جاز التعبير، عندما تصبح الحياة والمعيشة غالية. وأنا قمت بجولات عديدة، قمت ب 600 جولة تقريبا خلال هذه السنوات. هناك حديث عن نهايات شهر صعبة بالنسبة للمواطنين، وأنا أريد أن أؤكد، ولا سيما فيما يتعلق بأسعار الوقود، أريد أن يكون هناك درعا من أجل وقف الطاقات، وهذا أكثر فعالية من خفض ضريبة القيمة المضافة، وبالتالي سيكون هناك زيادة للفواتير بعدة مئات من اليوروهات شهريا. إذا انتخبت رئيسة أنت لم تصوتي لصالح هذا الدرع الذي أردت أن أفرضه، وبالتالي هذه الأرقام هي أرقام ذات إشكالية. إذن علينا المحافظة على هذا الدرع طالما بقيت الأزمة، وأنا أؤكد بأن هذه الآلية هي آلية أزمة وذا اختلاف. إذن هذه الآلية هي أكثر فعالية. أما الاختلاف الثاني معك بأن هذه الإجراء ليس دائم، بينما هي آلية للأزمة، وأنا لن أقوم بمعونة بتقديم إعانات للمحروقات والغاز، بل بالخروج وتقديم المساعدات من أجل الخروج من الطاقات الأحفوري. هذه استراتيجيتنا. هذا ووضع الرئيس المنتهي ولايته برنامجا انتخابيا تضمن تدعيم الاتحاد الأوروبي وبناء نظام أمني جديد في أوروبا، بالإضافة إلى تعزيز التقدم الاقتصادي ومحاربة عدم المساواة. المزيد في سياق هذا العرض.
جانبها أكدت مارين لوبان أنها تعتزم خفض فواتير الفرنسيين بطريقة مستدامة عن طريق خفض الضرائب على الطاقة والوقود، كما شددت على أنها ستكون رئيسة للفرنسيين ورئيسة للأخوة الوطنية. سيد ماكرون، سمعتك غنى بأنك زدت من القدرة الشرائية الفرنسيين وحكومتك، ولكن الفرنسيون يرددون أنهم يعانون من نقص في القدرة الشرائية، بأنهم لا ينجحون في تأمين لقمة العيش، وأنهم خسروا قدرة شرائية في السنوات الخمس الأخيرة. أنت قمت بخيارات منها الضريبة على الكربون والتي ضعفت من سعر الوقود. لقد قمت بخيار خصم المساعدات، مساعدة على السكن بخمسة يورو، وأنا أريد أن أجعل القدرة الشرائية أولوية في العهد الرئاسي الجديد لو أولاني الفرنسيون الثقة. ثلاثة سبل: أولا خفض النفقات وخفض الضرائب، خفض وبشكل مستدام، ليس على شكل بطاقات تموين بل بشكل مستدام، أن أخفض الضريبة على القيمة المضافة على الطاقة من 20% إلى 5.5%. لماذا؟ لأن الطاقة هي من المواد الأولية وتعد حاجة من الحاجات الأساسية، على الغاز، على الوقود، على الفيول، على الكهرباء. 12 مليار يورو نردها إلى الفرنسيين ونردها على شكل قدرة شرائية، والقدرة الشرائية يمكن زيادتها من خلال خفض الضرائب. كما ركزت مرشحة أقصى اليمين مارين لوبين في برنامجها الانتخابي على اقتراح إجراء استفتاء حول الهجرة وإجلاء المهاجرين غير الشرعيين والخارجين عن القانون الأجانب بشكل منهجي. نتابع المزيد في سياق هذا العرض. وحول الأزمة الروسية الأوكرانية، أكد ماكرون أن العالم يعيش لحظات خطيرة للغاية بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، معلنا أن دور فرنسا وأوروبا يتمثل في دعم كييف من أجل المقاومة في وجه العملية العسكرية الروسية. كما اتهم ماكرون لوبان بأنها مرتبطة بالقوى الروسية وتؤيد ضم روسيا لجزيرة القرم. ما يحدث اليوم على الأرض الأوروبية وعودة الحرب على قارتنا، نحن نعيش لحظات خطيرة جدا، لأن روسيا قررت أن تزيد في هجومها، والساعات والأيام القادمة ستشهد هجوما على شرق أوكرانيا، مقاطعة دونباس ولا سيما ماريوبول، مع هذه المآسي الإنسانية التي رأيناها في عدة مدن أوكرانية أخرى. إن دور فرنسا ودور أوروبا يتمثل، وكما قمنا منذ البداية، يتمثل بدعم أوكرانيا من أجل المقاومة، ونساعد الأوكرانيين من خلال معدات الدفاعية ومعدات القتالية حتى لا تسقط كييف، وأن نساعد أيضا أوكرانيا ماليا ما قمنا به، وأن نساعد الأوكرانيين من خلال استضافة الأوكرانيين. هناك 5 ملايين غادروا أوكرانيا للوصول إلى أوروبا، وهذا غير أوروبا. من جانبها أكدت مارين لوبين أن حظر استيراد النفط والغاز الروسي سيكون له تداعيات كارثية على الأفراد والشركات
في أوروبا، كما أعلنت أنها تؤيد المساعدة المالية والعسكرية لأوكرانيا وكذلك العقوبات على روسيا عدا حظر الغاز والنفط الروسي. أن العدوان على أوكرانيا غير مقبول تماماً، وأقر بأن الجهود التي بذلتها السيد ماكرون باسم فرنسا لإيجاد سبل السلام تستحق الدعم، وهذا واضح تماما. مساعدة أوكرانيا طبعا، المساعدة الإنسانية طبعا، المالية طبعا، توفير العتاد بالسلاح والدعم العسكري إلى أوكرانيا نعم. وتعرفون أن الوي اليو عمدة بيربينيون توجه إلى حدود بولندا حاملا معه الدعم، وجاء ومعه نساء وأطفال ومسنين من أوكرانيا حتى يلوذوا إلى بيربينيون كملاذ وملجأ لهم. واستقبلت أوروبا الملايين من اللاجئين والمنكوبين الأوكرانيين. أنا أريد أن أميز بين الدعم والدخول في الحرب كطرف، هذا بالنسبة لتسليم الأسلحة، وأخذ الآخر كان العقوبات ضد المصارف، ضد الأوليغارشيين والأغنياء الروس. هذا لا اعتراض لنا عليه، ولكن ما نعترض عليه هو حظر استيراد الغاز والنفط الروسيين. لماذا؟ لأنني أعتبر أن هذا ليس السبيل الأفضل وليس ما سيتسبب بضربة لروسيا، بل سيتسبب بضربة للشعب الفرنسي. وتبعات هذا الحظر على الغاز والنفط الروسيين، والذي ينظر فيه الاتحاد الأوروبي بعد الانتخابات الفرنسية، ستكون له تداعيات كارثية على الأفراد وعلى الشركات. إذن لا يمكن أن نقوم بهذا النوع من الانتحار على أمل أن نقدم ضربة قاضية إلى روسيا، علما بأنها ستبيع غازها ونفطها إلى دول أخرى. وحول القطاع الصحي وجهود مكافحة فيروس كورونا، أكد ماكرون ضرورة تحسين ظروف العمل في القطاع الطبي، كما أعلن أن الوضع صعب للغاية في المستشفيات وأنه يوجد نقص في الأطباء ومقدمي الرعاية. هذا وانتقد إيمانويل ماكرون مارين لوبان لدعمها استخدام اللقاح الروسي سبوتنيك لمواجهة فيروس كورونا. في المستشفى هناك أزمة، وفي هذه الندرة في المراكز الاستشفائية ولا سيما في الأرياف بشأن هذه الموضوعات تم اتخاذ قرارات في عام 2018، تم وضع نهاية ما نسميه بالأسعار الاستشفائية، وقمنا أيضا بتغيير تحديد عدد الداخلين في كليات الطب، ونحن اتخذنا قرارا تاريخيا أثناء الأزمة، أزمة الجائحة. قمنا باستثمار 19 مليارا في المستشفيات، وأيضا استثمارات في الأجور، قمنا برفع الأجور بالنسبة لكل طواقم العاملين حتى نسبة 400 يورو لذوي في نهاية المسار المهنية. هذا الأمر غير كافي، أعرف هذه الأوضاع الصعبة ونقص الأطباء والعاملين في مجال الرعاية الصحية، ولا سيما الممرضين والممرضات والمساعدين في مجال المراكز الاستشفائية. سنستمر في الاستثمار في المستشفيات من أجل التوظيف. علينا أن نحسن من ظروف العمل، ليس هناك طريقة أخرى، ينبغي الاستمرار في الاستثمار. وأنا أقترح أن نضع حدا لندرة المراكز الاستشفائية ومن أجل اعتماد طريقة جديدة في منطقة معينة، أن نعمل من خلال تأكيد على الصيدليين والصيدليات والمعالجين الفيزيائيين العاملين في المدن، ليتم الاستفادة منهم في منطقة محددة. أما لوبين فقد أكدت على ضرورة استثمار 20 مليار دولار بقطاع الصحة على مدى 5 سنوات، مقسمة إلى 10 مليارات لزيادة الرواتب بالقطاع الطبي و10 مليارات للمعدات الصحية. احتاجنا إلى جائحة صحية حتى ندرك أن الطاقم الطبي كان
يعاني الأمرين منذ سنوات، وأنت لم تعرب عن تعاطفك إزاءهم، لأنك سرحت 15,000 عامل طبي بين ليلة وضحاها لأنهم رفضوا أن يقوموا باختبار الكوفيد قبل أن يذهبوا إلى العمل، وأنت اتخذت هذا القرار، وأنا شخصيا لا أعيد إليهم الأجور التي حرموا منها لو كان القرار بيدي. لكن دائما ما انتظرنا الأزمات، انهيار المستشفيات كان ظاهرة سارية منذ سنوات، وعندما وقعت الجائحة كنت كان ذلك في عام 2018 عندما وقعت الجائحة كنت في عهدتك منذ 3 سنوات. ندرة المستشفيات، ندرة الأطباء، هذا موجود منذ سنوات، أما حذف النيميروس كلوزيوس حذفته 2018 قبل بضع سنوات. أنا أعتبر أنه لابد أن نستثمر 20 مليار يورو على 5 سنوات، 10 مليار منها لتوظيف الطباء، لا سيما في دور المسنين، حتى نتحاشى المآسي التي كشف النقاب عنها، وحتى نتحاشى معاناة العاملين من الطواقم الطبية والمرضى. فأنا قابلت العشرات من الممرضات والممرضين الذين يقولون لا وقت لنا، لا يكفي عددنا، مواردنا لا تكفي، مواردنا شحيحة، وكنا يشعرنا بالذنب، الوقت لا يكفي، ونشعر وكأننا نسيء معاملة المرضى. هنا لابد من الاستجابة سريعا. 10,000 يورو على شكل مال عام لتحسين الأجور، و10 مليار لإصلاح المستشفيات من خلال الصندوق السيادي الذي لعله سنتحدث عنه لاحقا. صندوق يغذى من مصادر خاصة وليست عامة. لابد أن نطلق خطة لقطاع الصحة، تحفيز الأطباء ليتوجهوا في المناطق التي تسمى بالصحراء الطبية، يغيب عنها الأطباء، ولابد أن نعيد إحلال التوازن بين المناطق الحضرية والريفية. أعلن ناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن دوغاريك أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش سيزور كل من روسيا وأوكرانيا. قال دوغاريك أن الأمين العام للأمم المتحدة أرسل رسالتين منفصلتين إلى الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، طالبا فيهما منهما استقباله في كل من موسكو وكييف. أعلنت روسيا عن نجاح تجربة إطلاق صاروخ سارمات البالستي العابر للقارات، وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الصاروخ سيضمن أمن روسيا وسيجبر على من يحاول تهديدها على التفكير. كما أكد أن الصاروخ الروسي الجديد العابر للقارات لا نظير له في العالم. من جانبها أكدت وزارة الدفاع الروسية أن صاروخ سارمات هو الأقوى ويتمتع بأطول مدى للإصابة في العالم، ما يزيد بشكل كبير من القوة القتالية. من جانبه أكد البيت الأبيض أن روسيا قدمت إشعارا مسبقا للولايات المتحدة بعملية إطلاق الصاروخ الروسي الجديد العابر للقارات. قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أبلغت البيت الأبيض أن الصاروخ لم يشكل تهديدا على الولايات المتحدة. كانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أكدت أن التجربة التي أجرتها روسيا على صاروخ باليستي عابر للقارات قادر على حمل أسلحة نووية لا تشكل تهديدا للولايات المتحدة أو حلفائها. وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي في مؤتمر صحفي
إن موسكو أخطرت بشكل صحيح واشنطن بهذه التجربة، وذلك بموجب التزاماتها وفقا للمعاهدة النووية، ولم تكن عملية الإطلاق مفاجئة. وكشف كيربي أن الولايات المتحدة سلمت أوكرانيا قطع غيار لسلاحها الجوي وليس مقاتلات كاملة. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الفراغ في السوق الروسية الذي شكله قرار شركات غربية بالانسحاب من روسيا لن يطول. وخلال اجتماعه بممثلي قطاع التعدين، أعلن بوتين أن شركات أخرى بما في ذلك الروسية ستقوم بالاستحواذ على هذه الحصة السوقية من الشركات التي انسحبت من موسكو. لقد واجهنا العقوبات غير الشرعية والقيود من قبل الدول الغربية، وحتى بمنع الحصول على بعض المكونات لهذه الصناعات. أؤكد أن هذه الإجراءات هي خرق لمنظمة التجارة العالمية، وفي هذا الصدد أطلب من الحكومة تقديم تقييم لقانونية التصرفات الغربية، وأيضا التفاعل مع منظمة التجارة العالمية. وأضيف أيضا أن الخطوات غير الصديقة تجاه صناعة التعدين في روسيا تؤثر على المصالح الروسية. ولقد اعتمدنا على السمعة الأعمال والفعالية، وهذه القواعد الأساسية للأعمال بدأ أنها كانت إضافية في لدى هذه الدول. وتلك الشركات التي تعمل على إنتاج وبالمشتراك مع هذه الشركات الروسية تم إهمالها تماما. ونرى أن مثل هذه السياسة قصيرة النظر وتؤثر على الأسواق ووجود المعادن في الأسواق العالمية، ونحن نلاحظ هذا الأمر وحتى قبل بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وهذا يعني أنه سيزداد التضخم، وسوف يعاني المواطنين في أوروبا. قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد الاستيلاء على المزيد من الأراضي في أوكرانيا، ومن الممكن أن يشن هجوما جديدا على العاصمة كييف. وأشار جونسون إلى أن التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا سيكون صعبا للغاية، موضحا أن أفضل طريقة أمام زعماء العالم للرد على روسيا هي الاستمرار في تسليح أوكرانيا. تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن موسكو ستضمن إحلال السلام واستئناف الحياة الطبيعية في منطقة دونباس. قال بوتين إن المأساة في دونباس أجبرت روسيا على إطلاق عملياتها في أوكرانيا. هذا وجدد الرئيس الروسي التأكيد على أن هدف العملية يكمن في مساعدة مواطنيها في دونباس. قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا إن أوكرانيا استقدمت نحو 7000 مرتزق من 63 دولة منذ بداية العملية العسكرية الروسية، مشيرة في مؤتمر صحفي إلى أن موسكو لا تستبعد قصف الأراضي الروسية بتلك الأسلحة التي قدمها الغرب لأوكرانيا. والساسة الأمريكان دائما يحاولون دعم أو تقديم مساعدات مادية وعسكرية ومالية، وأيضا تدعم المتطرفين القوميين ليس فقط بالسلاح وإنما الكوادر والخبراء والمرتزقة وغيرها من الدعم. وأيضا هم يحاولون تزويد الكتائب المتطرفة بكل الآليات العسكرية والمواد، وهم يجندون المرتزقة في كل أنحاء العالم.
هناك عدد من الدول التي لا تدعم مثل هذه المبادرات، وهناك عدد آخر من الدول التي تدعم هذه المبادرات الغربية. وبطبيعة الحال الولايات المتحدة والغرب بالتحديد هم دائما يساعدون المرتزقة للوصول إلى أوكرانيا، فهم لا يحاولون إنقاذ المدنيين والناس. التقى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في كييف. قال مكتب زيلينسكي في بيان إن اللقاء شهد مناقشة العقوبة ضد روسيا والدعم الدفاعي والمالي لأوكرانيا وبحث عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي. خلال اللقاء أشار زيلينسكي إلى أن انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي أولوية بالنسبة له، مجددا المطالبة بحظر واردات الطاقة من روسيا واستمرار العقوبات عليها، فيما أكد ميشيل أن الاتحاد الأوروبي سيفعل كل ما في وسعه لمساعدة أوكرانيا، معلنا تقديم معدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 1.5 مليار يورو. قاموا بمساهمات كبيرة دعما لقدراتنا العسكرية، وأنا ممتن ل1.5 مليار يورو كجزء من الصندوق الأوروبي لدعم القوات المسلحة الأوكرانية. وفقنا أو اتفقنا على استعمال هذه الأموال كي تحصل أوكرانيا على الأسلحة التي تريدها، ليس كل الأسلحة ولكن الأسلحة التي تشكل أولوية لنا، الأسلحة التي نفتقدها. هذا مهم، هذا موضوع مهم ويجب التأكيد عليه. نحتاج إلى هذه الأسلحة، وعلينا أن نوحد جهودنا من أجل استعادة البنى التحتية في قرانا ومدننا، ونأخذ بعين الاعتبار الأعداد الكبيرة من النازحين. هناك حاجة لبدء أعمال الإعمار وإعادة بناء مدننا بدون الانتظار لحين نهاية هذه الحرب. الناس يحتاجون لاستعمال هذا الإعمار اليوم. أنا ممتن لمبادرة إقامة صندوق التضامن الذي تدعمه الدول الأعضاء، وهذا الصندوق يجب أن يكون أحد المكونات الأساسية للتأكد من دعم اقتصادي فوري لأوكرانيا، ودعم أيضا للجهود الإعمار بعد الحرب. وفي الدنباس قلت أن روسيا ليست وسيط، وقلت أن روسيا هي جزء من النزاع، وما يحدث اليوم يبرهن على أنني كنت صحيح فيما قلت، ورأيت بأعيني الوضع هناك، والتقيت بأناس، وليس هناك من كلمات للتعبير بما شعرت به كأب وكإنسان وكمسؤول أوروبي، أن هذه فظاعات وهذه جرائم حرب يجب معاقبتها وستقع معاقبتها، وهناك الذين ارتكبوا هذه الفظاعات يجب معاقبتهم في تلك المنطقة وعبر أوكرانيا. اليوم مثلك أنا أقول للناس في ماريوبول وفي الدنباس الذين يقاتلون من أجل بقائهم ومن أجل سيادة أوكرانيا أنهم يقاتلون كذلك من أجل القيم الأوروبية وحرية أوروبا والمبادئ الديمقراطية. نحن مصررون على القيام بكل ما هو ممكن لدعم أوكرانيا، لأننا نريد لأوكرانيا الانتصار، ولذلك سنستعمل كل الأدوات المتاحة لنا. ما من شك أنه كانت لدينا فرصة مع الرئيس لنتحدث في التفاصيل، ولذلك منذ أسابيع قررنا بعد ما تحدثنا عبر الهاتف أن نقوم بتأسيس هذا الصندوق لمساعدة أوكرانيا، وابتداء من 8 من مايو
سيبدأ العمل به وسيبدأ تلقي المساعدات من السويد ومن المؤسسات الأوروبية ومن كل الأعضاء وكذلك من طرف اللاعبين الدوليين. في السياق نفسه قام رئيس المجلس الأوروبي تشارل ميشيل بجولة في مدينة بارودينكا شمال غرب العاصمة الأوكرانية كييف، وأجرى ميشيل أحاديث مع العديد من المواطنين، كما أظهر فيديو زيارته للمباني المدمرة والمحترقة بسبب العملية العسكرية الروسية. هذا وفرضت الولايات المتحدة قيودا على تأشيرات الدخول لأكثر من 600 مسؤول روسي وبيلاروسي، بينهم أعضاء في مجلس الدوما وأفراد عائلاتهم، ردا على العملية العسكرية في أوكرانيا. قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن العقوبة الجديدة تأتي ضمن جهود واشنطن لوقف دعم روسيا. على جانب آخر، كان البرلمان الفنلندي قد بدأ مناقشة فكرة الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي الناتو للاستفادة من حماية أوسع حال تعرضها لهجوم روسي. يأتي هذا في الوقت الذي صرحت فيه المتحدثة باسم الخارجية الروسية بأن بلادها حذرت فنلندا والسويد من عواقب الانضمام للحلف. نتابع المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. فتحت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الباب أمام دول أوروبية كانت معروفة بالحياد إلى التفكير بل واتخاذ خطوات مبدئية نحو الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي مثل فنلندا والسويد. هذه المواقف دفعت الخارجية الروسية وعلى لسان المتحدثة ماريا زاخاروفا إلى تحذير فنلندا والسويد من عواقب الانضمام إلى حلف الناتو، مؤكدة أن هذا الأمر ينذر بعواقب سلبية على الاستقرار في شمال أوروبا. لكن اللهجة التصاعدية الأكبر كانت من نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف الذي قال إن تعزيز حلف الأطلسي لحدوده مع روسيا لم يعد مجرد كلام، وإنه يتعين على موسكو الاستعداد لعمل عدواني محتمل، محذرا من أن روسيا ستنشر أسلحة نووية وصواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت في منطقة البلطيق بأوروبا إذا انضمت السويد وفنلندا إلى التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة. تاريخ طويل من عدم الانحياز مارسته كل من فنلندا والسويد فيما يتعلق بمسائل الأمن والدفاع وأثرت البقاء خارج حلف الناتو، إلا أن استطلاعات الرأي في البلدين عقب العملية الروسية على أوكرانيا أظهرت اتجاهاً شعبياً واضحاً تجاه الموافقة على الانضمام للحلف، حيث أيد ذلك 62% من المواطنين في فنلندا بعد أن كانت النسبة 21% في استطلاع جرى عام 2017، بينما في السويد ارتفع عدد المؤيدين للانضمام إلى الناتو إلى 59%. وبالتزامن مع هذه الاستطلاعات الشعبية قدمت فنلندا منذ أيام تقريراً عن الأمن إلى برلمانها وكان محوره الانضمام إلى حلف الناتو، كما التقت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين مع نظيرتها السويدية ماجدالينا أندرسون لمناقشة التقرير والنظر في كيفية تعزيز أمن بلديهما في بيئة أمنية متغيرة. يبدو أن قمة الناتو في شهر يونيو المقبل في مدريد ستكون جدلية إلى حد كبير، ففي الوقت الذي تمتلك فنلندا والسويد جيوشا متقدمة للغاية تخشى أوروبا من الدخول في أزمة جديدة إذا ما قررت روسيا التصعيد تجاههما في حال أقدمتا على تقديم طلب للانضمام إلى الحلف. أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية أن كييف تدعم اقتراح الأمم المتحدة بشأن هدنة لعيد الفصح في أوكرانيا اعتبارا من اليوم الخميس،
وقالت الوزارة إن أوكرانيا لا تزال ملتزمة بحل النزاع بطريقة سلمية ودبلوماسية. في وقت سابق دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش موسكو وكييف إلى وقف إنساني لإطلاق النار لمدة 4 أيام اعتبارا من اليوم الخميس لإخراج المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية. أعلن كبير المفاوضين الأوكران والمستشار الرئاسي ميخايلو بودولياك أن بلاده اقترحت على روسيا عقد جولة خاصة من المفاوضات في مدينة ماريوبل المحاصرة. وفي تغريدة له عبر تويتر أكد المستشار الرئاسي الأوكراني أن أوكرانيا مستعدة لجولة خاصة من المفاوضات في ماريوبل، وذلك بهدف إنقاذ الجنود والمدنيين الأحياء والجرحى. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها الجوية شنت غارات بصواريخ عالية الدقة على 12 هدفا عسكريا في أوكرانيا. وفي بيان لها أشارت الدفاع الروسية إلى أن سلاح الجو الروسي استهدف 73 منشأة عسكرية لأوكرانيا خلال 24 ساعة، وتم القضاء على أكثر من 150 مسلحا أوكرانيا وتدمير 5 راجمات صاروخية و8 عربات مدرعة. يعقد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في دول مجموعة الـ20 يعقدون اجتماعا على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وفيما دعا وزير الاقتصاد الفرنسي روسيا للامتناع عن المشاركة في اجتماعات مجموعة الـ20، كررت اندونيسيا التي تترأس مجموعة الـ20 أنها ستظل محايدة حتى بعد دعوات ملحة إلى استبعاد روسيا من اللقاء الذي يجمع كبرى اقتصادات العالم ومن بينها الولايات المتحدة والصين والهند والبرازيل واليابان وفرنسا وألمانيا. حذر وزير المالية الروسي أنطون سيلونوف دول مجموعة الـ20 من المخاطر التي سيواجهها الاقتصاد العالمي نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات على خلفية العقوبات ضد روسيا. هذا وأشارت وزارة المالية الروسية في بيان لها إلى أن سيلونوف شارك بواسطة تقنية الفيديو في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للدول الأعضاء في مجموعة الـ20 الذي عقد في واشنطن، وحذر من أن ارتفاع أسعار المحروقات والمنتجات الزراعية سيضرب قبل كل شيء الدول النامية والدول ذات المداخيل المنخفضة. دعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا دعت الدول إلى تقديم دعم مالي لأوكرانيا حتى تتمكن حكومة هذا البلد من الصمود. وفي مؤتمر صحفي قالت جورجيفا إن المسؤولين الأوكران أبلغوا صندوق النقد الدولي بأنهم في حاجة إلى 5 مليارات دولار شهريا من أجل الحفاظ على اقتصادهم. وأضافت أن هذا الرقم يبدو أنه يتوافق مع الحاجات الفورية، وهو مستقل عن الحاجات المستقبلية لإعادة إعمار البلاد والتي ستكون ضخمة. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تتحرك على مختلف المحاور لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية الراهنة، حيث تقوم بالعمل على توافر مختلف السلع في الأسواق وبأسعار مناسبة. وخلال رئاسته اجتماع الحكومة أكد مدبولي أن الدولة حرصت عند التحريك الذي طرأ على أسعار المواد البترولية على مراعاة امتصاص الجزء الأكبر من ارتفاعات الأسعار العالمية وتحميل المواطن الجانب الأقل،
كما أكد مدبولي أنه تم تكليف مجموعة اقتصادية متخصصة من الوزراء للعمل على وضع خطة للتعافي والخروج من أثار الأزمة العالمية عبر حزمة من الإجراءات المحفزة للاستثمارات الأجنبية والمحلية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمضي قدما في هذه الملفات. كما وجه مدبولي بأن يكون هناك تواصل مستمر من الوزراء والمسؤولين مع البرلمان وأيضا مع وسائل الإعلام المختلفة لشرح التحديات التي يتم مواجهتها حاليا. هذا وشهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي والشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وتحالف الوقود الأخضر المكون من شركتي زيرو ويست وإي دي أف رينيوابلز لإقامة مشروع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة لإنتاج 350 ألف طن من الوقود الأخضر سنويا، وذلك بهدف تموين السفن باستثمارات تصل إلى 3 مليارات دولار. وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة على توقيع المزيد من مذكرات تنفيذ المشروعات والتي تدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر. أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام الشركات العالمية بالاستثمار في مجال إنتاج الطاقة الخضراء في مصر لما تتمتع به من ميزات نسبية في هذا المجال. جاء ذلك خلال حضور مدبولي مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة إيما باور الإماراتية لإقامة مشروع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنتاج الأمونيا الخضراء سنوياً، حيث تهدف مذكرة التفاهم إلى إقامة منشأة لتصنيع الهيدروجين والأمونيا الخضراء بطاقة إنتاجية تبلغ 235 ألف طن من الأمونيا سنوياً قابلة للزيادة حتى 390 ألف طن سنوياً، حيث من المقرر أن يتم تنفيذ المشروع على مراحل متعددة. فيما عقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا لاستعراض تقرير مجموعة العمل المصغرة التي وجه بتشكيلها خلال آخر اجتماع للمجموعة الوزارية الاقتصادية لوضع استراتيجية تحفيز للاقتصاد المصري بما تتضمنه من مقترحات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. تناول الاجتماع مقترحات وآليات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر والمشروعات المقترحة لجذب الاستثمارات الأجنبية بالشراكة مع صندوق مصر السيادي، ومن بينها محطات المياه والكهرباء. كذلك تطرق الاجتماع إلى مقترحات تطوير قطاع سوق المال من أجل تعزيز دور الاقتصادي المهم المنوط بهذا القطاع وبما يتواكب مع المتغيرات العالمية في هذا المجال. وجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي التهنئة للمصريين الأقباط داخل مصر وخارجها بمناسبة قرب حلول عيد القيامة المجيد. جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها، حيث صرح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء بأن اللجنة وافقت على تقنين أوضاع 239 كنيسة ومبنى تابعا ليبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على تقنين أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 2401 كنيسة ومبنى تابع. يتوجه وزير الخارجية سامح شكري الخميس إلى العاصمة الأردنية عمان، وذلك للمشاركة في الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة. وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أنه من المقرر أن يبحث الاجتماع الطارئ التطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية وسبل تخفيض التصعيد الحالي في القدس وفي باحات المسجد الأقصى المبارك وما نتج عن تلك التطورات من تداعيات ومواجهات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، فضلا عن التباحث حول ضرورة وقف كافة الممارسات التي تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس. واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في التصدي لجرائم غسل الأموال والإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والنصب والاحتيال على المواطنين واستغلال النفوذ وتزوير المحررات الرسمية.
تواصل أجهزة وزارة الداخلية تصديها لجرائم غسل الأموال والإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والنصب والاحتيال على المواطنين واستغلال النفوذ وتزوير المحررات الرسمية. في هذا الإطار تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط 5 تشكيلات عصابية بقنا والمنيا وأسيوط لقيام عناصرها بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية وتسليمها لذويهم داخل البلاد بالعملة المحلية مقابل عملة مع الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون. وتبين أن حجم تعاملاتهم في التحويلات المالية غير المشروعة والإتجار في النقد الأجنبي بلغ أكثر من 11 مليون جنيه. مديرية أمن الإسكندرية تمكنت من ضبط صاحب شركة نقل وسفريات لقيامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي عن طريق إجراء تحويلات مالية غير مشروعة مقابل عمولة بالمخالفة للقانون، وبلغ حجم تعاملاته في هذا النشاط الإجرامي 3 ملايين جنيه. وعلى صعيد ضبط قضايا الفساد الوظيفي تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط موظف بمكتب بريد بمحافظة جنوب سيناء استغل موقعه الوظيفي وتلقى إيداعات نقدية كبيرة على حسابه الشخصي بالبريد من أشخاص مختلفة بعدة محافظات، ويقوم عقب ذلك بترك المبلغ في حسابه لفترة زمنية ليستفيد من الأرباح المستحقة عليها، ثم يقوم بسحبها وتسليمها إلى المستفيدين حتى لا يقوم بدفع عمولة لهيئة البريد على التحويلات. وبلغ حجم تعاملاته 7 ملايين جنيه، وهو ما أدى إلى إهدار المال العام بقيمة 1,200,000 جنيه قيمة العمولة المستحقة لهيئة البريد محل عمله على التحويلات المالية التي قام بها. وفي إطار التصدي لجرائم النصب والاحتيال على المواطنين تمكنت مديرية أمن الغربية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم في مجال تجارة الأدوية البيطرية مقابل أرباح متفق عليها، وتوقف عن سداد الأرباح وأصول المبالغ المالية المستولى عليها والتي بلغت أكثر من 56 مليون جنيه. مديرية أمن المنوفية تمكنت من ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمي وهمي واتخاذه وكرا في النصب والاحتيال على راغب الحصول على شهادات جامعية منسوبة لجامعات حكومية، حيث يقوم بمنحهم شهادات مزورة، وقد تم ضبط الشهادات المزورة والأدوات والمواد المستخدمة في عمليات التزوير. وعلى صعيد ضبط قضايا غسل الأموال تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي بسوهاج لقيام عناصره بغسل 190 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد والتأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضي وعقارات وسيارات لإخفاء مصدرها وإظهارها كأنها ناتجة من كيانات مشروعة خلافا للحقيقة. والآن وقفة مع أخبار الرياضة. أدى فريق الأهلي الثاني تدريب له في المغرب استعدادا لمواجهة فريق الرجاء غدا الجمعة في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. أدى الفريق تدريبه في الدار البيضاء واشتمل على فقرات خططية متنوعة وتقسيمة كرة قوية. كان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف. استعاد فريق مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي بعد فوزه على ضيفه برايتون بثلاثية نظيفة في إطار لقاءات الجولة 30 للدوري الإنجليزي. سجل ثلاثية سيتي كل من رياض محرز وفيلفودين وبرناردو سيلفا ليرتفع رصيد الفريق إلى 77 نقطة في المركز الأول بفارق نقطة عن ليفربول، بينما توقف رصيد برايتون عند 40 نقطة. أما أرسنال فقد فاز خارج أرضه على نظيره تشيلسي 4 أهداف مقابل هدفين في مباراة مؤجلة من الأسبوع 25 للدوري الإنجليزي. بهذا الانتصار ارتفع رصيد الأرسنال إلى النقطة 57 في المركز الخامس، بينما توقف رصيد تشيلسي عند 62 نقطة في المركز الثالث.
يواجه فريق برشلونة خارج أرضه نظيره ريال سويسيداد في منافسات الجولة 33 للدوري الإسباني. اللقاء سيقام في 9:30 مساء اليوم الخميس، هذا ويمتلك البارسا 60 نقطة بينما يمتلك سويسيداد 55 نقطة. والآن وقفة مع حالة الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس طقس ربيعي معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للحرارة على شمال الصعيد، فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة. إذن مشاهدينا الكرام، بذلك نكون وصلنا لختام هذه النشرة، إليكم تذكرة بها ما جاء فيها من عناوين. ماكرون يؤكد أنه استطاع تقليص نسبة البطالة في فرنسا، ولوبين تقول إنها ستعمل على تخفيض الضريبة على الطاقة. روسيا تعلن نجاح تجربة إطلاق الصاروخ الباليستي، والبنتاغون يؤكد أنه لا يشكل تهديدا لواشنطن وحلفائها. ومدبولي يعلن تكليف مجموعة اقتصادية متخصصة للعمل على وضع خطة للتعافي والخروج من آثار الأزمة العالمية. لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة، كان معكم في هذه النشرة نانسي نور وأنا دريم مصطفى، وإلى اللقاء.